وأيضا هناك اهتمامات لجريدة اليوم السابع في صفحتها الأولى بتصريحات محافظ البنك المركزي طارق عامر خلال المؤتمر الصحفي عقد بمجلس الوزراء، فجاء المنشط الرئيس فيها: طارق عامر: الأسعار ستتراجع العام المقبل. أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي أن الأزمة النقدية التي شهدتها مصر انتهت، وأنه في العام المقبل ستعود الأسعار كما كانت وستنخفض عما قبل. وعقد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء اجتماعا للمجموعة الاقتصادية تناول خلاله عددا من الملفات المهمة. وأوضح طارق عامر خلال مؤتمر صحفي الذي عقد بمقر مجلس الوزراء أن اجتماع المجموعة الاقتصادية ناقش الوضع النقدي في مصر، مشددا على أن الأوضاع تحسنت للغاية وتم حل مشكلة النقد الأجنبي في مصر رغم التحديات، وأصبحت أزمات النقد الأجنبي تاريخا بلا عودة. وكشف أيضا طارق عامر أن حوالي 8 مليارات دولار دخلت مباشرة للبنك المركزي بعد تحرير سعر الصرف، في حين جذب الاقتصاد المصري حوالي 45 مليار دولار، وذلك خلال الستة أشهر الماضية. وبين طارق عامر أن الموازنة المصرية أصبحت تحت السيطرة بشهادة صندوق النقد الدولي، كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر حقق أعلى معدلات خلال العام الماضي، والسياحة زادت معدلاتها بحوالي 50% في فبراير ومارس مقارنة بالأشهر الماضية.